سلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم كيما تشوفوا فيديو سبيسيال كنشوف في راجلي. المهم قال لك اليوم كيعرف يعجن الخبز وغيدير لنا الخبز. ما عرفتش هاد الخبز كي يخرج، يخرج بعيني يخرج برجليه. المهم حطيت له كلشي هنا، داكشي اللي قال لي حطيته ليه. انا هذا بغا تشوفوا العجين وتشوفوا الطريقه. والله يحضر السلامه، الله يخرج النهار على خير، غنبقاو بلا غدا. ايوا هانتوما البنات، هما حطيت له الطحين هنا مخلط، وحطيت له الملحه والخميره والسنيده والزيت وكلشي عنده. الملحه شنو عاد دير دابا؟ لا شي سمعيني دابا، انا اللي غادي نخدم هادشي. عادي ناخذ ورانتي دابا الطحين، هذا هو الطحين ياك. ايه دابا شنو خلطتي فيه انت؟ درتي فيه الفينو؟ هي الفينو والفاس. ما كنديروا لا الفينو لا والو، كنا كنديروا الطحين سامبل. هنا كاين هذا من الخرشاني شال، وهذا كاس الماء. ها هما البنات، هذا كاس الماء. ايه والملحه. ايه وشوفي الخميره. اها غادي نخدموا الزيت. اها السكر وشويه ديال السنيده. راه هي قدامك، يعني السنيده هي قدامك. اه ياك. المهم اول حاجه غادي نديرو هو نشدو الخميره بحال هكا. درتي دابا الخميره؟ الخميره في الماء، اوكي. ما تحركش بهذيك المعلقه حيت ماشي ديال التحرك. الخميره في الماء. والماء بارد ولا دافي؟ ما بارد، ما عادي، ما كاين لا دافي لا والو. جيت باش نخمر الرياح. حنا كي داير شي عجينه كتعجب بالماء بارد؟ اصلا كنا كنعجنو بالماء بارد. اكل من هادشي ديال صافي. وكتخلطها؟ كتخلط الخميره. هادي عجينه الصحراوه. الخميره كتخلط، كتجي ما تخلطهاش الخميره هنا ما يكونش لها الذوب الكفاءه. مهم اليوم غنبقاو بلا غدا ياك. كيتسمى عجين بلدي. عجين بلدي بصح. المرة الجاية طيب لنا الكيكة. دابا صافي خلطتيها. ملي كنخلطوها نشدو دابا هدا هو الطحين. الطحين تحركي مع داك اللي درتي الفينو. ما انا ما كندير لا فينو لا والو. شنو كديروا الفورس بوحدها؟ عارف الفورس نيشان ما كاينش. كنت كدير نتوما راه زمان في قديم الزمان. قديم الزمان باقي لحد الان تيخدموا به. كتقسمي الطحين هكا، اصلا خصك تكون شي حاجه كبيره ولكن ماشي مشكل. كاينه قصريه. كتخوي الخميره هنا الماء. دابا دي الماء. كنزيدو الماء بحال هكا، وكنبداو بسم الله. حنا كنحركو وحنا كناخدو الطحين من عندنا. هادي طريقة زوينة، مكانش كلشي في القبضة. كتحرك حتى تيتمسج هادشي. كتحرك وانت كتاخد من هنا. غدير سنيده هايدا باش انا نعطيك معلقه. شحال كنت كدير تشوف شحال ماي خلص معلقه؟ ملحه. ملحه قويسه الملحه باش ما يجيش مسوس. صافي صافي. كتبقى بحال هكا حتى كتجمع العجينه. المهم كتبقى تحرك هكا، يعني كتخدم فيما تشنا بعدا كتهبط. هنا كتعجينا عجينه شويه قاصحه بحال هكا، كنزيدو واحد شويه الماء. ولكن كنظن ان راه هي هذيك ولا قاصحه. كنزيدو واحد شويه الماء. والماء راه عادي ضروبيني. عيشينا بالماء ضروبيني. ها
حنا كنبداوها لكم. هي غتبدا تلصق لينا في الاول ولكن ما خصناش ما نحبسوش فهمتي، كتبقى غير تعجن يعني هي كتعجن هكا. صافي زدتي ليها الما، زيدوها الما واحد شويه باش تجي مطلوقه، حيت المخبزات كيديروهم جاريه بزاف جاريه. هادي راه مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا. بقى عذبك هذاك وخدمتي فوق البوطاجي كي كندير انا باغي نجمع الجينه غادي نلوح بس ناخذ واحد الطحين، ناخذ شي طحين تنديرو عليه الدنايا. هذا الخدام يقرقب كنحيدو العجينه من يدينا باش ما طيحش، هذا كلشي خصو يكون تما. ماما انا مسحت لك هنا دابا ورش الطحين هكا ونحط العجينه ديالنا. نسحت هذا الشيء ديال السكينه ما خصوش يوقع في الفول هنا بلاد ليك. يعني هنا دابا غتقطع فيه هكا بحال هكا، هذا كيتسمى البلدي. هذا البلدي ما فيهش الماكينه، هذا البلدي، هذا البلدي كيتسمى المرخصي ديال مرومي. ملي كضرب هذه كتجيبها هنا اللور باش كترتاح، كتهز عاوتاني هذي. انا تتقطعها هي كنقطعها حيت كنعرفكم كيخدموا الدراري بالقطاع، سميتو الكوبات هذا كونتي. وي دوزنا التجربه. ايوا دوزتي التجربه، اي واحد كيدوز التجربه هكا. ها هي كملات كواري، نشو دابا هكا، نشو الطحين هكا مزيان، باش تلصق، من بعد كنحط العجينة هكا. هادي كتكورها قبيلة حتى تحط وحدة حدا وحدة؟ تحط وحدة حدا وحدة، كتعجني بكويرة بكويرة، دابا من بعد كتجمعها. المهم علاش خاصها تجمع وصافي. كدهن هنا بالزيت، كدهن بالزيت، كدهن شويه الزيت، دهنتي هنا بالزيت ودهنتي هاديك بالزيت، بالزيت وكندهنو العجينه بالزيت، كندهنها بالزيت هكا. دابا شنو غندير؟ من بعد ملي كندهنها بالزيت كنجيب هنا كنقطعو. ديال اليد غادي نديرو شي غتنقص من هادوك باش تزيد فوق. دابا هادو نص العبادات كتشدي شده باليد، شدي شده في اليد صافي هاكا مشا مبقاش عطاها نفس العبار. يعني إذا هدرتيهم في الميزان غادي يعطوك نفس الوزن، يعني هادشي ميزان في اليد، شده ديال اليد، شده اليد. دابا كل كرة تكون على قد شدة اليد، شدة اليد وري بحال شدة وما يزيرش اليد، تكون هكا ولكن كيبقى شاد العبار ديالو، كيشد العبار ديالو بحال هكا وكيضرب دابا هكا صافي. هي كيعمر ديك الشدة ديال اليد صافي كيحط من بعد هادو. ما
نبدا بالاولى. صافي ملي كديري لهم هكا طيب كرده حدا حدا هي احسن تكون شي طبله اخرى ولا شي حاجه دير هكا كاين تيسع دابا هكا وكنخليهم واحد شويه ارتاحوا كنخليهم واحد شويه بصح شحال مثلا 5 دقائق دابا مني ارتاحت ديك العجينه ترشوا شي طحين هنا ترشوا شويه ديال الطحين هنا هنا تنجيو عمليه سميتها هذه التورميد يعني الكره خاصها تدور كنشدوها بحال هكا كتضرب عجينه بحال هكا كتجمع عبيد بحال هكا وكتدور ولكن ما تحرقهاش تبقى نقيه هذه سميتها الطورميد وتبقى هاد الساروت تحت حدا هذيك نشوف كيف الساروت هادي لتحت هكاك وكتحطها هنا كتعاودها ثاني اخرى هي بواحد السرعة أنا نعاودها لكم هي بواحدها بشوية ولكن حنا بالسرعة ديالها كانوا كيخدمو بجوج يدين ياك الناس مبغيتش نخدم بجوج يدين دابا دابا نعاودها بواحد الطريقة كضرب العجينة من بعد كطويها كطويها بيدك بحال هكا وهكا هكا من بعد كتكور هكا بالكف ديالك الكف كيكون داك الحشي ديال اليد كتكون في الارض في البلاصه فين كتخدم هكا وكتخليها زوينه هكا انا هنا نديرو جوج انتم جوج يدين بالسرعه ديالها ملي نبص عيدا ما بقاش نطيب الخبز واو هكا هادي علاش نطيب الخبز هكا وحده هكا دابا مع هو كيخدم مع الزربه هكا الزربه كدور وكت حنا نديرو الزربه كنديرو واحد شويه الزيت عاوتاني هاد الشيء هادشي كتبقى شي الزيت باش ما تبقاش تلصق ليكم ها هي بشويه كضرب هذيك العجينه مع البلاصه فاش كنخدم باش كترخى هكا حتى ديك الطريقه ديال جوج يدين زوينه خصني انا نتعلم لها يعني هذيك الا كنت عندك الخبزه بزاف وعندك ديال 600 خبزه 900 خبزه حتى 500 خبزه كنا كنضربوا 5000 خبزه بهذه الطريقه ماشي مشكل بعدا داكشي ديك الحرفه اللي دوزتي بعدا ما انت ما ندمتيش عليها وقع معك ما طيبتي الخبز عمرك بعدا ما طيبتي لنا الخبز الخبز يكون هنا هذا ما يتحرقوش كيتسماش تحرق خاصها تبقى ملتها الا تحرقات كتطلع الخبزه خايبه وجهها خايب يعني خاصها تطلع الوجه الملس الوغ ملي كنديرو بحال صافي دابا شنو غادير غتجمع داك الطحين تحيدو هذا كنطفو له في البلاصه هادي شنو هي هادي السميده واللي بغا يدير البلبوله يدير البلبوله وكاين خص البلبوله رقيقه على هذه انا كنت كمر عطاها ليا مول الحانوت هذه غليظه شويه ديال الحريره عندناش هذا المشكل اللي بغا يدير المهم هذيك كتسمع غير فراسك تصيب كنشدو شويه ديال الطحين عاوتاني كنديرو هنا الشيء هذا هكا باش ما يسقوش لنا نمشي ندير شويه الطحين هنا راه كنشدو هذا كنحطوها انت ديجا دهنتيهم بالزيت واحد الشويه إيه كتكون دابا دهنتيهم بالزيت دهنتيهم كيبقاو مدهونين ورينا شويه هكا هكا هي الوجه ديالها ماشي كامل هي الوجه كتحط وكتحطها تما يعني عندنا هكا هكا ويدير في البلبوله بغا يدير في النخال هنا غير مهم باش ما درتي الاكثريه كاين في الزرع ديال الزرع كيبيعوا لك الخبز على اساس الزرع هو ماشي زرع كيبيعوا لك دابا الخبز على اساس انه زرع هو ماشي زرع 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ودابا بحال دابا فاش كنتو خدامين في المخبزه شحال هادي شنو هما لا المخبزه كدير الزرع يقول لك دابا شي واحد يقول لك كندير الزرع السك عطيهم الاسرار شنو كيديروا شنو والخبز صافي هي دابا انا مسميده وندير واحد جوج بالبلبوله وثلاثه نديرهم سامبل باش تاخذي كل حاجه ها كم جديده
البلبوله شويه غليظه، هذه خصها تكون ماشي مشكل، لكن رقيقه. ما درتي بالبوله ما عندهاش مشكل. كوع بالبوله بهذا، هادو نحاولوا ما نقلبوهمش، يعني يديروا على الوجه غير الوجه حيت هذه السار، ودي بهذا تحت الشكل هذا هذا تحل، غتحل الا طابت غتحل، الا درتيها من هذا الوجه وحطيتيها غطيب غتفرقع، خاصها تبقى هكا باش تطيب مقاده سامبل. هادو جوج صافي، نخليوها ثلاثه سامبل. صافي زيد وحده بالبوله ها، ولا تخلي ثلاثه سامبل؟ ثلاثه سامبل، جوج بالبوله وثلاثه ديال السميده. اربعه درتي ديال السميده، خمسه. دابا هذا نبيعو لك بدرهم، وهذا نبيعو لك ب 12 ريال، وهذا نبيعك ب 24 ريال. هذاك السامبل درهم. نقول لك شنو غدير دابا؟ دابا ملي كنخليهم هكا شويه يرتاحوا هكا يرتاحوا، بعد خليهم يرتاحوا، تغطيهمش؟ لا ما تغطيهمش، خليهم شحال الوقت؟ بغيتي باش ندير القضية ندير لهم واحد نغطيهم واحد شويه نخليهم دابا غتغطيهم شحال الوقت يرتاحوا؟ نغطيهم دابا قبل ما يترخاو، يترخاو باش ملي تبغي لك الرسم يجيو ما يجوش معصبين، يجيو مرخيين يتطلقوا. طيب هذا 10 ديال الدقائق. المهم هانتو كنشدو شويه ديال الزيت ندهنو عاوت، نعم تيك سنتي ندهنو الطاولة. كيفاش قلت لهم على بدي الطاوات اللي بغيتوهم الا شفتو الفران جديد ما بغيتوش شي طاوات ديالكم يلصقوا لكم واخا طيبهم الخبز؟ شنو نجيب الطاوات؟ اول حاجه هو دهنيهم بالزيت ايه، وتخشيهم في الفران اللي تحرقوا يتحرقوا، وتخلي تعاودي حتى يتحركوا مزيان، وتعاودي تخرجيهم ودهنيهم بالزيت وترجعيهم يتحرقوا شي ثلاثه د المرات حتى يتحرقوا مزيان، صافي. عاد من بعد تخليهم فيهم عمر ما يلصقوا لك. ويغسلوهم مورا ديك الحاجه؟ لا ما تغسليهم مورا، كيطيبونيش انا. صافي كطيبو بحال كدير الطاجين فاش كتشري جديد. يعني اذا كان الطاوة جديد غيلصقوا. تشد الزوار هكا، انا هاد الزوار هو اللي كنخدم به. معلقه، يعني كدير معلقه بحال هكا، كنجيب السكوتش معلقه ولا شي عود ديال لاكلاص ولا عود الخشب ولا شي حاجه. انا المهم تنضيف معاك عندي عود لاكلاص. بغيتيه؟ دابا شنو درتي هنايا؟ عود لاكلاص وجبدتو ليها البنات. ونحلوهم على جوج بلا ما تحلو نتوما البنات، عي حطوه هنا وتلصقوا بالسكوتش. لا لا تلصقي بالسكوتش تقطع لك الزوار هكا ملي كتحليه. وري وري هنا كيفاش حليتيه؟ كتحل من هنا من نص السيارة هكا كيتحل القسم على جوج. تتقسم العود على بلاتين ولا مهرة؟ هرا هرا بلاتين ماشي راه الزوار هادي معاش اللعب ماشي هي هرا فوق هرا نوريها بحال هكا. كتقسمو هاد العود كتقسموه على الوسط هكا وكتخشيو فيه الزوار. ماشي انا كملو. كتخشي الزوار كتكديها بحال هكا كتوقفها كلشي واقفه بحال هكا وكتشدها بالسكوتش. بالسكوتش ما يديروش الزوار كامل ويشدوه من برا حيت يتقطع ليهم مع السكوتش. ديري هكا السكوتش كتشدي واحد شويه الكاغيط كدوري بحال هكا وكديري على هاد البلاصه هنا اللي ماضيه باش ما يقطعش لك الزوار. البلاصه اللي فيها هذيك الجهه الماضيه وهذا هذا الموصل اللي صاوب اللي صاوب هو دابا يبقى عندك ديما تبقى تخدمي به، ولكن من يحف لك هذا تحيديه. من يحتاج ما يحتاج بزاف. المهم هذا يبقى لك هذا الموص ديما تبقى تجرحي به، وفاش تسالي منه ديريه في شي كاغيط وحطيه في شي بلاصه على ديس دريس صغار ما يبانش ليهم هكا المقص. كنا كنعقدو بالخيط ديال الخنشة، المهم دابا هنا كيبقى ليك الإختيار، إما هادو غديرهم في الطاوة، إما هادو غتقرصيهم وتطيبيهم وتلوحيهم في الفران عادي. يعني اللي عندو أنا حنا عندنا الفران ديال الضو، اللي عندو الفران ديال الكاز يقرصهم ويخليهم يرتاحو ويغطيهم ومن بعد يلوحهم بالطراح.
هادو المهم حنا اليوم هادو غادي نديروهم، هادو غنكرسوهم عاديين هاد الخمسه. المهم خدم انت و هادو غنقعد نقشطو الطاو بحال هكا. درتي الزيت؟ ندير شويه الزيت هنا. هنا باش نتصل، كاين اللي بغا يدير الزيت، كاين اللي بغا يكرس فوق، كاين اللي كيبغي يكرس فوق فوق الزيت، فوق السيف. نجيبو هكا و كنهبطو عليها. المهم التكريسة الوسط ميت، الوسط ما يتعفنش مزيان، غير الجناب، الجناب و الوسط يبقى شوية من فوق باش كيجي عالي، كيجي عالي. هكا كنوركو عليها من الوسط واحد شوية، نقلبوها. من بعد ملي كنقلبوها خصنا نبقاو عاقلين، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه، ما نقلبوهاش هكا، هذا هو الوجه، الوجه خصنا نقلبوها هكا، غنقرصوها هكا. في المخبز شحال هادي كانوا كيديروها، ماشي شحال هادي، فاش كنتي شحال هادي معاك كانوا كيديروا لا ونرجعوها ثاني للوجه، كانوا كيديروا الوجه محسين، محسين الخبز باش ما طيحش، باش ما كطيحش ملي كيديروها في الفران. يعني واخا كيهزوها من فوق البلاصه بحال هكا كنسفوهم بشي فوق شي فوق شي خنشه ولا بحال هكا كيسفوهم باش كيرتاحوا وكيخمروا، الا جاو هزوهم فوق الزيت باش يلوحوا في الفران ما كيطيحوش، كيبقاو في العلو ديالهم. من بعد كنديروا هذاك. المهم بعد ما كرستيهم هما هادو، هادو العاديين اللي ما فيهم حتى شي حاجه، هادو العاديين ديال الطاوله. من بعد كنشد الموس هو هذا وكنميلو، ما نديروش هكا، ما نديروش من الموقف، كضرب ميل، كضرب ميل كدهن هكا باش كتحل، وانا كنضرب العكس، كضرب شي واقف كتفرقع هي كضرب ميل هكا لا مايله باش تجي مفتحه صافي. من بعد دابا هادي غتمشي تخمر، هادي غتخمر شحال الوقت حتى تنفخ، شويه تنفخ نديرها في الفران باش تنفخ، الفران نسدو عليها باش تنفخ. دابا هادوك درتيهم في الفران، يكون الفران غير حيت غير حيت مزموت، داكشي شحال دار فيه الطاوة، ماشي شعلو، ما شعلوش باش يخمر، لا غير مزموت. يعني هادو مكاش، هادو كنا بغينا نديرهم في الطاوة ولكن دابا صافي قلنا نديرهم غير في كمكم. كتجيب السميدة، كتجيب السميدة كنكرصو فيها بحال هكا هكا ونوركو مزيان الوسط. المهم في الأول ما توركوش على الوسط هكا، ما هنايا كتورق من الجناب ومن بعد كتلوح. هاد الطاوة مسكينة جبدها كانت عندي ضربة الحرب، حيت أنا ما كنخدمش بالطاوات بزاف، هو خصو الطاوات. شتي ديك الطاوة درتي فيها تلاتة؟ كان كنت درت فيها ربعة، معرفتش نعطيها ها؟ غادي نهز لك ربعة من هادو، ما عليناش المهم، باش نهز لك ربعة تبقى هاديك الطايرة الكبيرة تهز لك ثلاثة، فهمتي؟ باش تجيب كلشي في الطاوات. كاين اللي كيدير هاكا كيسوسها ويعاود يردها باش كتطلق، ديما هذا هو التحدي، ما يعقل على الفوق، الفوق هو هذا، ديما الفوق يعقل عليه وتحت يعقل عليه، الفوق راه باين وجهو كيديه. صافي شنو عاد دير؟ عاد ضرب، غادي نضربو بالزيتوار، ديما يضرب ديما بالزيتوار ميل. هانتوما الطريقة ديما هكا، ما تبداش ما تبداش تحفر من الوسط، ديما الجناب وتورك الوسط ديما هانت الجناب، تبقى بحال هاد الشكل هذا شي، كتبقى منفوخة هكا من بعد كتورك فين هكا كتكرص هكا، من بعد كتقلب الجهة الأخرى هكا. رجعي دير لنا الكومير، ايه حاجه ندير لكم ملفاي، ملفاي اوكي كلشي ان شاء الله ندير، ديما عقل بنادم على الوجه ديال، الا قلبتي ديال الوجه راه ما طلعش خبزه زوينه، ديما الوجه يكون الفوق، ديما الوجه راه باين الوجه صافي. المهم هادي الطاوة الثالثة البنات، ماشي بعد السميدة عاوتاني كتحط ها باش نعقل على الوجه. ها انت الوجه دابا تنقرص فيه هو الاول، اول وجه تنقرص فيه من بعد كنقلبو، ها هو التحدي على الشكل اللي كاين فيه، هادي طلعت صغيرة ولكن ماشي مشكل. هاكاك كنظن انهم يكحزو على بعضياتهم في التويلة،
هذيك حيت قصه انا ما خصهاش تقاصو، كي قلت لك حزيها حدا اخرى بزاف. لا كحيزة هاد الجهة باش ما تلاصقش هي وياها. ما يتلاصقوش السميده، ما يتلاصقوش القناه ديال البلبوله. ياك البلبوله غتمسح هذيك السميده، تحيدها تحيد السميده، ما تخلطاش مع داك الطحين. البلبوله كذلك شنو هو داك اللي قرصتي تما؟ باش تجي طايره باش تجي هي تجي دوك جديده. المهم بنات رجعنا لهذيك الطاوله الاولى باش حيت كانت هاد البصيله خاويه، غنزيدو فيها هاد الوحده اللي بقات وغيجيونا هما هادوك. كما قال لكم كيديروا الخبز اللي هي البلبوله بحال هكا وكيتسمى بانه خبز ديال البلبوله اولا خبز ديال الزرع، هو كيتباع لكم بالثمن ديال ديالو اللي كيتباع به، وهو ما فيهش البلبوله يعني فيه البلبوله في الوجه. هادو تسمى خبز ديال البلبوله. صافي البنات، ها هو دابا راه داز تقريبا واحد ساعه د المكانه وعيد خل دابا للفران. الفران سخون؟ اه ها الفران سخون. دابا غنرشو ندير الرشاش الماء. هذا الماء هو باش كرشنا الخبز. رشو الماء هكا متكتريش الماء تاني الرشاش باش يطلع الوجه احمر برا. ديرو لتحت كاع، نبدا بالتحت بالعالي غير يبدا شويه يشد راسو ونطلعو لفوقتهم. يلاه ماما هو دابا غير دخل الفران غادي يبدا يطلع تنفخ راسو. المهم بنات ها هو الخبز، ماما دا الخبز ديالو شو كي داير خو دابا مجنب بزاف. ها الطيبه هادي انا اللي طيبتها، حيت قلت له في الاول خليني نطيب حيت انا عارفه الفران ديالي كيفاش داير وما خلانيش ما سمعش ليا. وشوفوا هو الطياب اللي دار له كيدير حل حل حل. حشمتي دابا بقيتي غير تقدي تتهضر. هادي انا طيبتها حتى هي، وهادي بلاتي 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 خبز ديال السوق هذا. شوف هو قنع قنع لا حيد حيد حيد. ها انتم دابا بلاتي، ها انتم دابا هو طيب هاد ربعه الخبزات حمرهم بزاف. الان هادي طيبتها بلا كذوب بلا كذوب، هادو انا اللي طيبتهم ديال العرس هذا. وهادو هما اللي طيبهم هما هو خبز ديال المخبازه في الدار. ها هو مقسموه ولا لا؟ بسم الله ويولي قاصحه مقاسها ما والو شاش كي. ها شوف قول بسم الله. سكينه ام قلمي. ها انتم راه راه فتي دوقي دوقي صري بعدي مني. حك انت صايمه وي نسيت. مهم توكلني على الخبز. حط حط ست في الخبز، انا ديال كنشوفو كي جا ست. هاو لا هو جا زوين جا زوين. هو قالك خبزه ديال 10 دريال. هذو ديال 10 دريال ها ما كاينش الدجاج، انا كنت الدجاج من الفوق. يا سلام يلا صافي. ها انتوما ها هما ديال هذيك هذه نسى ما تقبها ودارت له درت له الفواقه. ها انتوما هادو هو اللي حمرهم حتى لهنا، حمرهم عطاهم تحمر بزاف هادو هاد الربعه، وانا طيبت هادو ما جاوش محمرين بزاف وجاو زوينين. ولكن هادشي كله تبارك الله. لا تبارك الله جا زوين والله الا جا زوين والله البنات جا زوين. ها انتم ها شوفوا كي مهوي. شوف ناقص ملحه ندوقوه. حلي لهم السكينه هذا. ها كي شدي تيليفون شدي تيليفون. ها انتم ها لا تبارك الله عجن مزيان بعدا حيت كلشي كيبان من العجينه. ما دلكوش الشيره الخبز اي خبز كيبان خصو من العجينه يبان. صح ندوقو. اجي كاع مع بنتي. لا زوين هو خصو شي شويه الملح. نقص شي نقص الملحه. المهم ها نتوما البلاص ها هو. المهم بعدا غنتغداو. المهم بنات الصراحه سر الخبز جا زوين والله الا جا زوين الله يعطيه الصحه.
غير هو رقو شويه من الجناب ونقص الملحه. ماشي رقو، المهم رقو واحد شويه، المهم شويه كان عليه خليه شويه غليظ، حيت هما فاش كان خدام شحال هادي كانوا كيديروا المحسن في الخبز، كانوا كيديروا المحسن. داكشي علاش كان دابا مشاو على حساب بل انه محسن راه غادي ينفخ الخبزه في الفرن، يعني غترد كامل حجم واحد. المهم معليناش، جا زوين والله الا جا زوين. ها هو انا حليت لكم هادي باش تشوفوها. غير هو هذوك الطيبات الاولين هو قالك بغى يطيب، طيب هذوك الطيبات الاولين حرقهم حيت ما عرفش من الفران، قلت له خليني نطيب، ما بغاش خليني نطيب في الاول. صافي حتى الاخر وقنعته خليته خلاني نطيب ودرت له، جبت له الخبز يعني طياب واحد حيت انا عارف الفران ديالي. المهم ها هو غنحاول نوريكم الوجه. ها هو قلت لكم رققوا من هنا شتو كيتحرق. المهم حسن جدا، حسن ماشي حسن جدا. المهم هذا ديال البلبوله ها هو تا هو مفشفش، سمعوا سمعوا غواته هو ولده، ها هو تا هو مفشفش. وهذه اخرى حتى هي مسدوده ها هي، وهذوك اللي حمر هو بزاف هما هادو اش كيدير لهم. المهم معليناش بعدا ما نطيحوش الكواري باش المره الجايه يعاودنا الخبز. يلا مهم كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير، وخلي لي اي حاجه كنتو باغيينها نديرها لكم. يلا بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بيزو.